انت بتسجل متغفل ها؟ انت بتسجل لنا؟ هتودينا فين ها؟ متغفل. استغفر الله يا علاء ده واجبنا استغفر الله. انا ممكن اقول حجاب. انتوا خططوني على فكره. حاجه كنتش عامله حسابي عليها. انا اسافر بره مصر. ممكن اتمنى ان اسافر كوريا. والله يا جماعه بتمنى من بابا نقول السنه دي انه جوزني البنت رحاب. هتفضل طول عمرك جعان يا طه. ايه ده يا رحاب وجعت لي الكتف قوي. هطلب من بابا اتنين عربيه. عايزين عربيه مرسيدس. والله انا شاك ان بابا نويل ذات نفسه هيبقى تعبان يعني خلى الراجل الجاي على حنطور يعني. الراجل ذات نفسه ما هوش يجيب عربيه. هطلب منه عربيه. عربيه بي ام كده ولا مرسيدس. عربيه ايه ده جايه على كار. ونغنغه بقى فلوس ما تعديش باش تنزل مطر كده. بابا نويل يعني راجل جاي على عربيه كار هيجيب لي ايه يعني السنه دي. هطلب منه ايه؟ هطلب منه ايفون. نطلب منه ان هو يبيع العربيه الكار ويجيب لنا حاجه حلوه كده. والله انا اتمنيت من بابا نويل حاجات كتير وما اتحققتش، فاتمنى بقى ان السنه دي ان انا اتجوز يعني. الحمد لله انا بتمنى حاجه زي كده يعني. انا بحب الساعات، ممكن يجيب لي ساعه بس خلاص حلوه كده. هدايا يبقى يجيب لي مش عارف، يجيب لي تليفون كويس. هطلب منه ايفون 14. لا هطلب منه غزاله. اول حاجه عايزه فلوس كتير عشان نجيب الزينه الغاليه اللي احنا ما بقيناش عارفين نجيبها دي، ويجي بقى يزورنا في البيت كده ويجيب لنا حاجات حلوه.